اهلا بكل اللي بيشوفوني دلوقتي في كل مكان، وحشتوني جدا، بقالنا كتير ما اتقابلناش، ورجعنا نتقابل تاني من خلال شاشة قناة دريم. والنهارده حلقة جديدة وستاند باي عن تفاصيل حفل النجم العالمي انريكي اجلاسيس والدي جي العالمي ديفيد فونديتا اللي اقيمت مؤخرا في الساحل الشمالي بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة ورجال الدولة. وكانت الحفلة حلوة جدا، استمتعت بيها ويا رب انتوا كمان تستمتعوا بيها معايا النهارده. كله يستعد معايا، هنتابع تفاصيل حفل النجم انريكي اجلاسيس، بس بعد ما افكركم باهم عناوين حلقتنا النهارده خليكم معايا. انريكي اجلاسيس ووصوله لمصر وسط تعزيزات امنيه مكثفه. وصول انريكي للاطمئنان على شكل الحفل قبل الحفل بساعات. الغاء المؤتمر الصحفي هو السبب في مشكله كبيره حصلت بين الصحفيين والمنظمين. ديفيد فونديتا وتفاصيل لقاء خاص. تواضع انريكي اهم سمة ميزته خلال الحفل، وتشويه صورته كان سببها مدير اعماله والامن. مفاجأة انريكي في الحفل غير مسبوقة. اشاعات تلاحق الحفل بعد نجاحه. اتولد انريكي اجلاسيس في 8 مايو سنة 75، يعني عنده دلوقتي حوالي 39 سنة، وهو ابن المغني الاسباني خوليو اجلاسيس، واللي بدا مشواره كحارس مرمى في نادي ريال مدريد قبل ما يبقى اشهر مغني في الوقت ده. تعالوا مع بعض نتابع ريبورت عن اهم مراحل حياه النجم انريكي اجلاسيس ومشواره الفني اللي بدا من عام 95. ولد انريكي اجلاسيس في 8 مايو عام 1975، وهو ابن المغني الشهير خوليو اجلاسيس، واللي بدا مشواره كحارس مرمى في فريق الشباب بنادي ريال مدريد، واصبح اكثر مغني ذات شهره وقتها. When I need you, I just close my eyes and I'm with you. And all that I saw when I give you is only a heartbeat away. When I need love, I hold out my hand. في عام 1995 كانت البداية الحقيقية لأنريكي إجلاسيس، واللي أصدر أول ألبوماته واللي أطلق عليه اسم أنريكي إجلاسيس، واللي باع أكتر من 500,000 نسخة في أول أسبوع من طرحه، وهو أول ألبوم بلغة أسبانية واللي فاز بجائزة جرامي. وفي عام 97 ارتفع نجم انريكي اجلاسيس باطلاقه تاني البوماته فيفير باللغه الاسبانيه، وده الالبوم اللي وضعه في مكانه كبيره بين مطربين كبار. وفي عام 98 أصدر إجلاسيس ألبومه كوساس دي لامور، واللي تنافس عنه مع أبيه على American Music Awards، ولكن لم يحصل عليها، وحصل عليها السنة اللي بعدها بعد تنافسه مع ريكي مارتن. American Awards is a beautiful thing that you mention and you take care of the Latino people first. Thank you so much. أما سنة 99 بدأ أنريكي إجلاسيس بتسجيل أغاني باللغة الإنجليزية، وكانت أول أغنياته بايلاموس، وحققت نجاح منقطع النظير وقتها، واللي استخدمت في فيلم وايلد وايلد ويست للنجم ويل سميث. We take the floor.
forbidden anymore. Don't let the world in outside, don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight. Bailamos. وفي مطلع 2001 أطلق إنريكي رابع ألبوماته باسم سكيب، وهو باللغة الإنجليزية، وتعد من أجمل الأغاني في الألبوم، بالإضافة لوجود أغنية هيرو اللي احتلت المركز الأول في سباق الأغاني في بريطانيا وأيرلندا وألمانيا وعدد من الدول، واللي بعدها قام إنريكي بجولة شملت 16 دولة حول العالم. Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Oh, hold me in your arms tonight. وفي عام 2002 قرر إنريكي العودة للغناء بالأسبانية، وأطلق أول ألبوماته كويزاس بيرهابس، وحقق الألبوم نجاح كبير في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أنه باللغة الأسبانية. A veces hemos ido marcha atrás y la razón siempre querías llevar, pero estoy cansado, no quiero discutir. En el fondo tú y yo somos casi iguales. أما عام 2003 أطلق سابع ألبوم ليه بعنوان 7، وفي الألبوم ده أطلق معظم أغانيه اللي بتتكلم عن قصص حصلت ليه في حياته واللي شارك في كتابته بنفسه. بعد صدور الألبوم ده توقف إنريكي عن العمل كفترة للراحة وتفرغ لإجراء المقابلات التلفزيونية، أشهرها لقائه مع أوبرا وينفري. Return her calls for like a few days. Really? Oh my God, he got married. What is he doing? Yeah. And this Christmas, if you ever get married without me knowing, I'm gonna kill you. But it's fun. وفي عام 2007 أطلق إنريكي ثامن ألبوم لي بعنوان Insomniac، واللي كان مميز جدا من ناحية الموسيقى، حيث تعاون فيه مع النجم ليل وين في أغنية بوش، واللي أثبت جدارته في أكتر من شكل موسيقي مختلف. Girl, I try to hide it, but I can't escape it. Oh, baby, please forgive me. When I think of you, my thoughts are so X-ray. Oh, baby, baby, I don't give a damn. I know that you meant no one inside. وفي عام 2008 أطلق إنريكي أغنية بعنوان Can You Hear Me؟ واللي غناها في النهائي بين ألمانيا وأسبانيا، وهي المرة الثانية اللي غنى فيها إنريكي في النهائي البطولة الأوروبية. وفي عام 2009 أصدر إنريكي ألبوم بعنوان 9508، واللي بيضم أجمل أغاني إنريكي بالأسبانية، واللي حصل على المركز الأول كتصنيف أغاني لاتينو.
Si tú te vas, se mira todo el valor. Y yo sé que nunca encontraré otra igual. Si tú te vas, el dolor me comerá. وفي عام 2010 أصدر أنريكي ألبوم يوفوريا، وكان بيحتوي على أغاني باللغة الإنجليزية وكمان بالأسبانية. وفي عام 2011 شارك أنريكي مغني الراب الشهير بيتبول في غناء أغنية I Like How It Feels، وبعدها أغنية Mouth to Mouth مع جينيفر لوبيز. Let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright. وفي عام 2012 أغنية جديدة تضم لأغنيات أنريكي إيجلاسيس شارك في غنائها مع سام آدمز بعنوان Finally I Found You، وأصدرت بإنجلترا وحققت شهرة واسعة جدا. وفي عام 2013 أطلق أغنية بعنوان Turn It Up لتضم لأغاني أنريكي إيجلاسيس. أما في عام 2014 بدأ أنريكي التحضير لأحدث ألبوماته بتصوير ثلاث أغاني من الألبوم، وهما بايلاندو، ألبيردودور، وكمان أغنية بعنوان I'm Freak. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. وصل أنريكي للأوتيل يوم السبت الصبح، وللمفروض أنه يقام فيه مؤتمر صحفي حسب ما تقال الصحفيين اللي راحوا، وبعدها قام النجم مغادرة الأوتيل عشان يطمن على شكل الستيج وإضافة اللمسات الأخيرة على المسرح، وعمل البروفات عشان يطمن على معدات الصوت ويعمل البروفات اللي قام بيها مع فرقته على المسرح. بعدها رجع أنريكي للأوتيل علشان يرتاح شوية قبل بدء الحفل، وده بعد ما تم إبلاغ الصحفيين بإلغاء المؤتمر الصحفي، وده اللي أزعج الصحافة بشكل ملحوظ، خاصة بعد ما قال مدير أعماله المكسيكي إنه ما تمش الاتفاق مع الشركة المنظمة على إقامة مؤتمر صحفي من الأساس. Difícil esconder
بدأ الحفل بالدي جي العالمي ديفيد فونديتا، واللي أشعل الحفل بمجموعة من أجمل المقطوعات الموسيقية، بالإضافة لأغنية هيفا وهبي يا مليالي اللي أشعلت حماس الجماهير الموجودة. قعدت مع ديفيد فونديتا جلسة طويلة، اتكلمت معاه فيها عن أجدد أعماله، واللي أكد لي إنه ده التعاون التاني اللي بتجمعه مع الشركة المنظمة، وإنه سعيد جدا بوجوده في مصر، وإنه بينوي إنه يرجع مصر تاني في حفلة جديدة قريب في مصر. قام كمان بتقديم الحفل الممثل محمد كريم، مقدم برنامج The Voice، واللي كان مبسوط جدا لمقابلة أنريكي في الكواليس، واللي وجه رسالة سلام للعالم كله من خلال وجوده على ستيج الحفل. بجد أنا سعيد جدا جدا أن أنا معاكم النهاردة في اليوم المهم ده، والحافل بوجودكم حفل مهم جدا. الحقيقة النهاردة بتواجدي لما قابلت أنريكي جلاسيس وكلمنا مع بعض، بجد قال لي ان هو مبسوط قوي قوي ان هو في مصر النهاردة في الساحل الشمالي ومعاكو، وحابب جدا النهاردة يغني معاكو احدث واجدد الاغاني بتاعته، وهنعرف بعد شوية حاجات كتيرة عنه. ومن هنا انا عايز الحقيقة اوجه رسالة مهمة جدا للعالم كله، ان مصر هتفضل بلد الامان والسلام، وده بنأكده الليلة بوجودنا النهاردة. مهما حصل مفيش حاجة هتقدر توقف مسيرة مصر بوجودكم ومشاركتكم معانا. في دقايق هستأذنكم فيها مهمة جدا، لأن هو لسه بيجهز ورا دلوقتي ولسه واصل، فدقايق بس هنكون مع بعض. مش سامع خالص، مش سامع. انا شايف انا بس بيقولوا انريكي، مفيش هنا ولا هنا. ودلوقتي وصلنا للحظة اللي كلكم منتظرينها، نستقبل النجم العالمي انريكي جلاسيس. لحظات وهيكون معاكم دلوقتي انريكي. Iglesias, thank you so much for being here. My pleasure to be here with all of you. Few minutes and he's gonna come up right now to the stage. Enjoy! التواضع كان من أهم السمات اللي ميزت أنريكي جلاسيس خلال زيارته وخلال الحفل، إلا أن الناس اللي حواليه من مدير أعماله والسيكوريتيز شوهوا الصورة دي بالتعامل الغير لائق مع الصحافة والإعلام خلال الحفل، وده اللي دفع البعض لتشويه صورة الحفل بعد النجاح اللي حققته والإقبال الجماهيري الكبير من مختلف أنحاء الوطن العربي. Back in your mind to that time, 'cause I walk the streets alone. I hate being on my own. Not everyone can see that I really fell, and I'm going through hell thinking about you with some. Somebody wants you, somebody needs you. Somebody can breathe without you, it's lonely. Somebody hopes that someday you will see that somebody's me. دخلت أنريكي العالمية على الستيج كانت من أهم أسباب نجاح الحفل، كمان تواضعه في التعامل مع الجمهور كان من أهم أسباب تفاعل الجمهور معاه بشكل غير مسبوق، واللي ما حصلش قبل كده مع أي نجم عالمي. الدليل على ده صعود شابين من الشباب للغناء معاه على الستيج برغم تدخل الأمن، واللي قام بمشاركتهم الغناء وأخذ الصور معاهم، وده بعد ما تبادلوا مع بعض الهدايا. تعالوا مع بعض نتابع أول جزء من الحفل. I don't know why. Do you wanna
Sometimes you love it. Sometimes you don't. Sometimes you need it and you don't. And you let go. Sometimes we rush it. Sometimes we fight. It doesn't matter, baby, we can take it real slow. Cause we need something that we can't deny. And the way that you move, oh, you make me feel like alive. So come on. أما عن تنظيم الحفل فكان تنظيم ناجح، وده اللي قام بيه فريق عمل منظم الحفلات الشهير وليد منصور، واللي صمم الستيج بشكل يواكب الحفلات العالمية بالإضافة لتنظيم فئات الحفل بشكل راقي. أما عن غضب الصحافة والإعلام خلال الحفل فده ما جاش من فراغ، وإنما جاء بعد إلغاء المؤتمر الصحفي وعدم السماح للصحفيين بدخول الحفل إلا بعد مشاكل كبيرة، واللي قال عدد كبير منهم إنها انتهت بالضرب، وده اللي تسبب في حالة من الفوضى من الصحفيين اللي طلبوا بتعويضهم بإقامة مؤتمر صحفي بعد الحفل، وده الطلب اللي قوبل بالرفض من قبل مدير أعمال أنريكي إجلاسيوس. كمان خلال الحفل تم وضع النجم أنريكي إجلاسيوس في صندوق لنقله على ستيج تاني، وده بعد ما أصر أنريكي على عمل ستيج تاني واللي قدم عليه أغنية تو هيرو اللي أشعلت حماس الجماهير خلال الحفل، وأشرف على تنفيذ الستيج ده منظم الحفل وليد منصور قبل الحفل علشان يتمكن الجمهور من رؤيته في فئات التذاكر المختلفة اللي بيتراوح ثمنها من 300 ل 1000 جنيه. خلال الحفل غنى أنريكي باقة من أنجح أغانيه، منها أغنية بالامونز، هيرو، I like it و هيرت أتاك. بعد كده تم اختتام الحفل في أجواء احتفالية بإطلاق مجموعة من الصواريخ والألعاب النارية احتفالا بالنجم العالمي أنريكي إجلاسيوس اللي كان واضح عليه السعادة الشديدة بجمهوره المصري، واللي قام بالسجود على المسرح أكتر من مرة تعبيرا عن حبه وشكره له. تعالوا مع بعض نتابع آخر جزء من الحفل. I know you do.
Thank you.
وبعد الحفل مباشرة سألنا الجمهور عن رأيه في الحفل وكان الرد في البوبس ده. يا ريت والله يا ريت، احنا مستنيين ناس كتير، يعني عايزين ديفيد جيتا، عايزين ناس كتيره جدا تيجي، يا ريت والله. انريكي كان كويس، حلو، كان حلو طبعا كده، انبسطنا شويه. انريكي 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 حلو قوي، كان احلى يوم في الساحل. ان مصر بلد الامن والامان. حفله جامده جدا جدا، يعني الحفله كانت حلوه قوي وكلنا انبسطنا قوي وكانت جامده يعني. أهلا حفلة رحتها يعني لغاية دلوقتي. الحفلة كانت حلوة قوي. الحفلة جامدة قوي بصراحة. الحفلة كانت كويسة جدا الحمد لله. الحفلة كانت تحفة بجد، انبسطت جدا. الحفلة قوية جدا يعني. دي من أقوى الحفلات اللي اتعملت في مصر. كانت حفلة بسم الله ما شاء الله كانت جامدة جدا، وكانت حفلة قوية قوية قوية. حفلة جميلة جدا، كمية ناس فظيعة، تأمين على أعلى مستوى. الحفلة دي كانت جامدة جدا يعني، ليكي كسر الدنيا، أحسن حفلة ليكي في الدنيا كلها. كمان كان لينا لقاء مع منظم الحفل وليد منصور بعد الحفل مباشرة، واللي سألناه عن شعوره بعد نجاح الحفل. تعالوا مع بعض نتابع اللقاء ده ونرجع معاكم عشان نختم حلقتنا النهاردة. الحفلة دي بقالنا 5 شهور بالظبط احنا شغالين عليها، من ساعة ما ابتدينا ناخد القرار مع مستر عمر عامر ومستر هيثم ان احنا خلاص هنعمل الايفنت الكبير ده. ريسك، انت عارف ظروف البلد، كل الناس لسه بتبص لنا بره ان احنا عندنا مشاكل وان احنا فكان لازم نعمل حاجة انترناشونال كبيرة. ده من ضمن التور اللي احنا عاملينه، احنا ابتدينا بالميوزيكال بتاعت لبنان، وابتدينا بعد كده بالشاب خالد، وكان ده بقى اللي هنقفل بيه السيزون. ده يعتبر اكبر حفلة ليكي، بقاله 10 سنين ما جاش مصر، عمل ايفنت قبل كده كان حلو. فانت كان لازم تعمل الاحلى، عشان تعمل احلى لازم تفكر كويس، عشان تفكر كويس. انا كوليد منصور الناس دلوقتي بقت الى حد ما مركزه معايا، ايه اللي انا هعمله جديد بقى؟ ها يا عم وليد ورينا هتعمل ايه. فكان لازم اشتغل حاجه شويه اوت اوف ذا بوكس يعني، والحمد لله انا شايف ان احنا عملنا فكره جديده في الستيج في السيت اب. مفاجئ ان انا خليت انريكي يبقى وسط الناس، ودي ريسك جدا انها تتعمل، بس الحمد لله انتوا شفتوا طلعت ازاي. ده يرجع برده للكرو اللي بيشتغل معايا، اللي بيتعبوا معايا، وليد الحريري وتامر فوزي وفتحي تاج ومحمد جابر وجون سعيد وطاقم الشركه عندي كله بجد. الناس دي بقالها 21 يوم ما نمتش، قاعدين هنا معانا في الساحل، ما عيدناش اخر اسبوع في رمضان، قاعدين هنا عشان نحاول نعمل حاجه كده الناس تقول عليها انها يعني ويل اورجنايزد يعني. فالحمد لله هو انبسط واتفاجئ ان الناس حافظه الاغاني، واحنا خارجين من واحنا رايحين نعمل التريك اللي هو يطلع من وسط الناس. هو كان خايف جدا ان احنا دخلنا جوه الصندوق واحنا خارجين، فهو طول ما احنا ماشيين بقول له تراست مي تراست مي تراست مي. فاول ما احنا راجعين بيه على الستيج قال لي وليد I'm trust you all. فهو لا مبسوط طبعا، واحنا بندخله الاوضه دلوقتي قال لي ان هو انبسط ان هو عامل ايفنت كده، وهو زعلان جدا ان هو كان عايز يقدر يعمل المؤتمر الصحفي، بس الوقت لما تاخرنا في ساوند تشيك غصب عنه، فهو حتى بكره هيعتذر على البيج بتاعته ان هو ما قدرش يعمل المؤتمر الصحفي. اضحكك اكتر حاجه تعبتني في الحفله دي الطيران والسكن والاقامه. لا موضوع صعب مع الناس الكبار، 41 فرد من 17 دوله ما بيجوش مع بعض، كل واحد انت 2-3 بيجيبوا النهارده من هنا وده من هنا وده من هنا، فدي تعب، فدي اكتر حاجه. والفندق بامانه يعني مستر اكرم تعب معانا برضه، انا عايز اشكره، عايز اشكر ناس كتير قوي تعبت معانا في الحفله دي، واشكر كل القنوات والاذاعه والصحف، كل الناس اللي جت واهتمت انها تجي معانا النهارده. الامن اول مره الامن يتعاون معانا بشكل غير طبيعي، من مدير الامن لمدير المرور، اشكرهم واحد واحد بجد ان هم تعبوا معانا بجد النهارده. والجيش انتوا شفتوا اول مره تلاقوا تامين جيش واقف على الحفله، فانا شايف ان الحمد لله ان احنا النهارده دي مسج صريحه لاي حد يقول لك ان مصر مش سيفتي، لا تعالى بقى اتفرجوا مصر سيفتي ولا لا. انا يوم 21 عندي حفل السوبر ستار بتاع تامر حسني، لا سوبر ستار تامر حسني، وده يوم 21 ان شاء الله في بورتو مطروح، دي برايفت ايفنت. يوم 29 عندي برضو ايفنت كبير بقى للسوبر ستار عمرو دياب في اميريتس في سوري في موسى كوست. وان شاء الله يعني انا اوعدكم ان انا في حفله تامر عاملين فكره جديده قوي، وعمرو دياب كده كده يعني بنعمل كل سنه مع بعض حفلين، ان شاء الله يطلعوا كويسين. وبعد كده هنخش بقى في مرحله وان دايركشن، جاستن بيبر، واخر حاجه هتبقى برونو مارس من هنا لحد شهر 4 اللي جاي ان شاء الله. بعد الحفل مباشرة ظهرت إشاعات تنفي نجاح الحفل وغضب إنريكي الشديد وقراره بعدم العودة للغناء في مصر، وده كان بناء على تصريحات مديري أعماله. لكن فور مغادرة إنريكي انزعج من هذه الإشاعات وقال على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إنه سعيد جدا من الحفل وبينوي العودة مجددا إلى مصر قريبا.
لحد كده اكون وصلت معاكم لاخر جزء في حلقه النهارده، حلقه تغطيه حفل النجم العالمي انريكي جلاسيس اللي اقيمت مؤخرا في الساحل الشمالي. عشنا كل لحظه في الحفل، عرفنا كل الخفايا. اشوفكم كل اثنين الساعه 6 والاعاده الساعه 1 بعد منتصف الليل. كمان شوفوا البرنامج اكتر على youtube.com/dreamtvchannel، وابعتوا لي ايميلاتكم على standby@dreams.tv، واكيد فولو مي اون فيسبوك @standbydream وتويتر @standbyprogram. ولقائنا بيتجدد الاسبوع الجاي. So don't forget to keep your mind standby.